مع اقتراب نهاية العام الحالي ومثل كل سنة بيتهافت الناس للاحتفال بالسنة الجديدة كل منهم على طريقته، فكتير من اللبنانيين عم بيختاروا البيت كمكان لتوديع عام 2018 مع العيلة والمقربين والأصحاب، بينما بيفضل البعض الآخر يروحوا لأماكن السهر المختلفة بالمطاعم والفنادق والملاهي مع نجومهم المفضلين. فكيف هي حركة المطاعم لمستضيفة للفنانين، وهل في إقبال على السهر السنة نسبة للوضع الاقتصادي المتدني بلبنان؟ مياثر شوي أكيد، بس أنا الحمد لله يعني نحن حفلاتنا منيح وفي أسماء يعني عم يجينا حجوزات كتير من برا. مش كل المطاعم، مش كل الحفلات، الحفلات الأسامية كبار إيه، والحفلات الأسامية عاديات ما فيها شيء، صفر. لبنان ما في مصدر شيء. هلا كلها أنا شوف المطاعم ممكن حتسكر بعد رأس السنة، وشوف المحلات حتسكر بعد رأس السنة. نحن كان كل رأس السنة نفول قبل 4-5 أيام، هلا كل المتعهدين وكل الأوتيلات عم تعاني، والبيقول لك غير هيك بكون عم يكذب عليك أو بكون عم يبالغ إنه هو حفلته كثير منيحه. يعني ما انا اكثر حدا ممكن اعرف، انا اكثر واحد عامل حفلات وبعرف انا شباك التذاكر وبعرف العالم وبعرف كل التفاصيل هاي، وانا صريح وانا بتعود عليه لانه انا صريح. اللي بيحكيك غير هذا المنطلق كون اكيد خسران شي 40-50 ألف. هل اسعار بطاقه السهر بعدها هي ذاتها نسبه للسنين الماضيه او عم ترتفع تدريجيا؟ 350 دولار بتبلش بطاقه مع عشاء ومشروب مفتوح وكوتيه، وعم تحضر 2 ستار اي. هي زيادة من 200-250-300-400، هي زيادة ما تغير شيء نهائيا. ليه في عدد كبير من الفنانين اللبنانيين عم بيحيوا حفلات بخارج لبنان ومش بلبنان؟ هل بطل لبنان مصدر ربح للفنانين اللبنانيين على الاقل؟ لانه ولا متعهد عم ينخذون، لانه اسعارهم كثير غاليه وما بناسب متعهد الاسعار، وما في خليجي وما في عراقي وما في سايح يدفع مصاري لانهم، فانا اطلبوا بال100 وبال150 ألف وهون بيخسر. يعني احنا عم نجيب كل مطربيننا، مطرب واحد من هول اللي عم يطلبوا اسعار غاليه، ما عم يتوفي مع اي مطرب، ما عم يقدرين، ما عم يرحموا، اول شيء ما عم يرحموا نهائيا، اسعارهم كثير خياليه. فببلاد برا، ببلاد الخليج في سبونسرات، في شركه بتدفع مثل اعمار مثل اي حدا، بتلاقي انت انه اي حفله برات لبنان بتكون فيها سبونسر، السبونسر بيدفع للفنان. هون بلبنان ما في اجر غريبي، ما في خليج، ما في حدا. اللبناني هلا 150 دولار ما عم يدفعها بالقوه 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 اللي تلاقي لبنان عم يعشوف. نحن قلنا بالعاده نتكل على لبنان المغترب، على لبنان عايش بدبي بالسعوديه بهولي، فلا بيجي على لبنان، ما بده يسهر، يسهر بالمحلات المعروفه كثير. فعادك انا بتشوف انت مثلا حفله قويه، حفله ضعيفه كثير، حفله متوسطه، حفله ضعيفه كثير، حسب ايميل بتربح ايميل بتخسر، هون ايميل بتربح هون. مش ضروره عبرك يكون كل شيء يعني انه رولز ماشي، يعني حسب هي رزق من رب العالمين. كل مين عم بيودع سنة 2018 على طريقته وحسب إمكانياته، ومهما كانت الأحوال الاقتصادية والأمنية بيحتفل اللبنانيين بقدوم العام الجديد بسعادة وتفاؤل، أملين أنه تكون سنة خير بتحمل الأمل والبحبوحة والاستقرار للبنان. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.